هذا أحد المواطنين في أحد قرى جبل الزاوية يصف لنا آثار الدمار التي خلفته كتائب عصابات الأسد. هذه هي القذائف والذخائر التي يرمون بها الناس العزل ويروعون المواطنون الأبرياء في القرى جبل الزاوية ويحاصرونها من جميع الاتجاهات ويحرمون لقمة عيشنا. نعم، وهذه هي نفايات ومخلفات العصابة الهمجية، عصابات الأسد الجبان التي يرمون بها مناسل الناس ويدمرون بها ويحرقون البيوت. وهذا آثار الدمار التي أمامنا، وهذه قذائف الار بي جي التي يرمون بها المنازل والشركة، وهذه هي كذلك قذائف البي ام بي والدبابات. نتيجة رمي عصابات الأسد الجبان على منازل الناس لتدميرها وترويع الأهالي. نعم، ولكن نحن هم يحاولون إضعاف همة الناس وعزيمة الثوار، ولكن نحن مستمرون إن شاء الله تعالى في ثورتنا حتى آخر قطرة من دمائنا. الله أكبر، والعزة لله والنصر للمؤمنين. كم هي عدد البيوت التي تهدمت من جراء إطلاق هذه القذائف؟ كثيرة لا عدد لها، 40 بيت حرقوه ودمروه. نعم، يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا.